وللمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في سوريا ينضم إلينا من إسطنبول الأستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري. مرحبا بك معنا أستاذ فاضل. بداية، طائرات النظام ألقت مناشير تدعو المدنيين لمغادرة ريفي حمص وحماة، هل سنشهد سيناريو مشابه لما جرى في الغوطة برأيك؟ نعم أخي الكريم، الواضح أننا في كل مرة يتم فيها تهجير، يتم عند الانتهاء من هذا التهجير تتم تنفيذ المخططات الدولية برعاية غربية وتنفيذ إيراني روسي، وبالإضافة طبعا إلى عصابات آل الأسد المتواجدة في مناطق متعددة من سوريا. نعم، هذه الخطة موجودة. السوريون المجاهدون الثوار يعملون ما بوسعهم للصمود، ولكن يبدو أن المؤامرة أكبر مما نتصور. يريدون أن يحشروا أهل السنة والجماعة، المسلمون السنة، ونحن لسنا طائفيين، وأكرر 100 مرة، لكن يبدو أعداؤنا هم الطائفيون الغربيون، هم ينفخون بين بكيري الفتنة الطائفية. وقد أشار المستر كيري مرة، وقالها الدكتور رياض حجاب، كيري قال أن إدلب ستكون محرقة لأهل السنة، وقالها بشكل علني، ويوجد شاهد على هذا القول اللي هو الدكتور رياض نعسان آغا، وهناك تسجيلات بالفيديو صرح فيها أن هناك مؤامرة على أهل السنة من خلال حشرهم في إدلب ثم محاولة حرقهم. من هذا المنطلق نقول لأهلنا في سوريا المجاهدين في إدلب، هذه هي المؤامرة، توحدوا وبسرعة فائقة واهجموا على مناطق النظام وشبيحته المحاذية لإدلب. ولا حل لنا إلا بالتوحد وليس بالنظام التوحد. نعم، إذن أين الحديث عن الحل السياسي والمبادرات الدولية في ظل سياسة قضم الأرض التي يستخدمها النظام؟ الواضح اليوم عملية إضعاف المجاهدي الثورة السورية حقيقة لأجل أن يكون الحل السياسي ليس بصالح الثورة السورية. لو كان الغرب حقيقة جاد في حل سياسي معقول، لنقول ليس عادل، لأن العدل يقتضي جلب بشار الأسد وعصابته إلى المحكمة وإعدامه وفق كل القوانين الدينية والوضعية، هذا هو أقل العدل. لكن يبدو أن النظام الدولي يريد أن يضعف الثورة السورية ويضعف أهل السنة في سوريا، ومن بعد ذلك مفاوضات سياسية لتكون مكاسبنا الثورية أقل بكثير من أنهار الدماء التي سالت على أرض بلاد الشام الطاهرة وأخو سوريا. نعم أستاذ فاضل، أكثر من 3000 عائلة خرجت من القلمون الشرقي، برأيك ما خلفيات مسلسل التهجير المستمر وما مصير المهجرين؟ نحن كما علمنا أن النظام الدولي يسعى للسيطرة على ما يسمى بالتعاون طبعا مع آل الأسد المجرمين، يحاولون السيطرة على سوريا المفيدة ومنطقة القلمون. يعلم الجميع أنها أيضا تابعة لهذه المنطقة الصحراوية وقريبة من المنطقة الساحلية، أيضا فيها مستودعات كبيرة جدا، خزانات كبيرة جدا للغاز السوري. أيضا هذا هو الممر الاستراتيجي لحزب الله والميليشيات الطائفية، ممر عبر لبنان، وتعلم أن أنابيب الغاز تمر من القلمون، أيضا شبكات الكهرباء التوتر العالي تمر عبر القلمون. القلمون منطقة وعرة واستراتيجية، ركعوا الثوار من خلال خطة رهيبة. عندما الثوار لجأوا إلى الجبال بدأوا بتركيع محاولة تركيع الثوار من خلال إهانة المدنيين وانتهاك أعراضهم وقتل النساء والأطفال والشيوخ. هؤلاء جبناء هذا النظام السوري، لكن نقول لهم الشعب السوري لن يركع. الثورة الجزائرية قدمت 1 مليون، نحن اليوم قدمين أكثر من 1 مليون، ولكن لن نركع. وإن شاء الله الثورات لا يمكن أن تنتهي بعد أن بذلت ملايين الشهداء ونصف الشعب السوري وخارج سوريا. نحن مستمرون في ثورتنا، وسننتقل إلى حرب عصابات إن اقتضى الأمر، والأسد لن يكون في سوريا بإذن الله. ولا يوجد في العالم الإسلامي من وقف مع هذه الثورة إلا إخوتنا في تركيا، وعلى قدر المستطاع، لأن تركيا أيضا تتعرض. نعم أستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.